أيهما أبعد، من مكة إلى المدينة ولا من مكة إلى القدس؟ مكة إلى القدس إيه؟ أبعد، دي تاخد شهر، لكن من مكة للمدينة سيدنا علي مشاها في 7 أيام على قدميه ماشي. تخيل أنت لو حطوك في الحافلة بتاعت النقل الجماعي لوحدك تخاف، حاليا لو أنت راكب الحافلة دي لوحدك تخاف، لكن سيدنا علي يخاف من إيه؟ في أسد يخاف من أسد؟ سيدنا علي مش يخاف من حاجة. 7 أيام ماشي، شفت البطولة؟ شفت قوة؟ دي مش قوة جسد فقط، دي قوة إيه؟ قوة قلب وعزيمة. أنت بتشوف بيحصل معاك إيه النهاردة؟ أنا وأنت، إيه اللي بيحصل معانا وإحنا طالعين صلاة الظهر؟ ها؟ بتحس نفسك إنك أنت كنت في غزوة مؤتة، غزوة تبوك، وراجع بقى من صلاة عرقان وصلاة، لا صلاة الظهر، وأنت كلهم مشيتوا 100 متر، أنت خايف من الشمس ومش عارف إيه وإيه، سيدنا علي أسبوع على رجليه. لكن القدس محتاجة شهر. في رحلة القدس ربنا أرسل له البراق، شيء خارق للعادة، دابة من عند الله نقلته مباشرة إلى هناك، وعاد ووسادته وفراشه ما زال دافئا. لكن في رحلة الهجرة حتى يعلم الأمة كيف يكون الإعداد، كيف يكون الأخذ بالأسباب. هات كده رحلة الهجرة وانظر إليها بعين التخطيط الاستراتيجي. أول شيء يذهب إلى أبي بكر في وقت لا يذهب إليه فيه، وقت مختلف عشان محدش ياخد باله. قل له هل عندك من أحد؟ مش قصده عياله وبيت، قال له لا. شفت الأمور تبقى إزاي؟ ما هو الموضوع ما دام قلته لمراتك يبقى انت قلته لقناة الجزيرة، كله عرف خلاص الموضوع انتهى. هما بيحبوا ينشروا الخير، ده من باب حرصهم على الخير يعني. عشان كده عبد الملك بن مروان لما حب يخلص الأمة من الهيمنة الفارسية والرومية، ما كانش فيه غير الدرهم والدينار من فارس والروم، حب يعمل عملة إسلامية من ذهب تبقى العملة الثالثة في العالم. قال لأهل الصك وللعلماء وللنحاتين والنحاسين، قال لهم أريد أن يقع الدرهم في يد زوجتي لما يقع في يد الفقير. عايز البلد كلها الأمة كلها تمسكه في وقت إيه؟ مش دي مرات أمير المؤمنين؟ لا ترى الدرهم قبل أن أول ما تقول ده درهم تكون الناس في الشارع بتقول إيه؟ ده درهم، عشان يبقى الأمر في سرية وإلا هيجهض الأمر. وده درس لابد نتعلمه.